السلام عليكم ورحمة الله. طلاب الأعزاء، مثال آخر على حل متباينة القيمة المطلقة. عندنا هاي متباينة مطلقة بها كسر، مثل ما تعلمنا طلاب، أول ما أجي أتخلص من الكسر حتى أخلص من يمه، وبعد أحل بصورة سهلة. أجي أكتب الحل وأجي أقول إيش قد عندي هنا بالمقام. طلاب عندي بالمقام هنا 2، حتى اتخلص من هاي الاثنين اضرب المتباينة كلها في 2، 5 ناقص 3 في على 2، وهناية انزل المطلق وانزل علامة الاكبر، انتبه علي الاكبر شنو معناتها، واقول هنا 2 في 6. مرة تقدر تخلي القوس على 2، تقدر تخلي القوس على 6، يعني قوس ضرب مو مهم، المهم عندك ضرب. هاي طلاب الاثنين تروح ويا هاي الاثنين، ينزل عندي 5 ناقص 3 في علامة الأكبر، وهنا يطلع عندي 2 في 6 12. ولهنا أوكي طلاب، هسه ما عندنا إشكال بالموضوع. خلصنا من إيش؟ من الكسر. أنزل عندي المطلق. هسه طلاب مثل ما أجي أشوف المتباينة شبيها يا علامة، علامة الأكبر. إذن راح تقول أنزل 5 ناقص 3 في بدون مطلق، وهنا 12، يعني شلت المطلق، أكتب أو أنزل نفس المتباينة 5 ناقص 3 في، وأعكس العلامة طلاب، خلي أكتبها بغير لون حتى ترسخ بأذهانكم. هنا العلامة أكبر راح تصير عندي أصغر، وبالتالي اجي للسالب، سالب 12 راح تصير عندي، يعني عكست العلامة وعكست اشارة الرقم. اذا طلاب عكست العلامة الاكبر او يساوي صارت اصغر او يساوي، ال 12 صارت عندي سالب 12. هسه طلاب راح اجي اشوف عندي هذا رقم، هذا المتغير، وهذا شنو، هذا رقم وهذا رقم. الرقم وين يروح؟ الخمسة. الخمسة إشارتها شنية؟ إشارتها مالتها قدامها، موجب 5. أنت بهذا المتغير اللي هو سالب 3 في ما له علاقة به، ينجي ينزل عندي سالب 3 في، نزل عندي، نزلت عندي العلامة، موجب 5، راحت ورا 12، صارت عندي سالب 5. أجي سالب 3 في أكبر أو يساوي إن 12 ناقص 5 7، واضح عين طلاب؟ أجي أقسم على شقد؟ على سالب 3، وهنا على سالب 3. إذن طلاب السالب 3 تروح يا السالب 3، ينزل عند ال V، من أقسم على سالب تتذكرون شو يصير عندي؟ تقلب العلامة. من قسمت على سالب قلبت العلامة، وهي إحدى الملاحظات اللي ذكرتها سابقا. إذا مجموعة الحل الأولى طلاب عندي V، بحيث V أصغر أو يساوي إن 7 على 3، وسد القوس. واضح طلاب؟ هسه أجي أقول أو نفس الحالة، عندي هذا رقم وهذا متغير، انتبه علي، يعني شو أحول؟ أحول الرقم يم الرقم، أحول الرقم يم الرقم، شو راح تصير عندي؟ سالب 3 في تنزل عندي، نزلت إشارة سالب 3 في، نزلت عندي، راح تصير عندي أصغر أو يساوي إن سالب 12 هي 5، شنو إشارتها؟ موجبة، راح شو تصير؟ تصير سالب 5. إذن الأو ما لنا علاقة بها، نزلت. راح أجي طلاب سالب 3 في أصغر أو يساوي إن سالب 17. الأو تنزل عندي، العفو، هنا راح أنزلها، واضح؟ الأو هنا أقسم على شقد طلاب؟ أقسم على سالب 3 اللي هو معامل في. سالب 3 تروح ويا من؟ ويا السالب 3، ينزل عند ال V، إذا قسمت على سالب هي الأصغر، شو تصير طلاب؟ تصير أكبر،
السالب يروح ويا السالب، و17 على 3 ما بيها اجي انزلها. هسه طلاب اجي الاو شكو بمكانها؟ اقدر اخلي شنو؟ الاو قلنا علامة اتحاد، في علامة اتحاد، اذا مجموعة الحل الثانية تساوي لي في بحيث في اكبر او يساوي 17 على 3 وسد القوس. واضح عين طلاب؟ هسه بعد ما كملنا راح نجي نرسم خط الاعداد ونمثل عليه المتباين. هذا خط الاعداد طلاب. ارسم خط الاعداد واجي اقول انا عندي 7 على 3، العفو سالب هنا نسينا ما نزلنا، عذرا طلاب، سالب مال 3. يعني طلاب هسه انا عندي قيمة سالبة وعندي قيمة موجبة، الصفر بالنص حتى اعرف الموجب من السالب، 17 على 3 يعني هنا طلاب تقريبا دائرتها غامقة، اخليها 17 على 3 واجي قيمة سالبة اللي هي 7 على 3 هي تصير يم الاثنين، لان 7 على 3 بها 2، وقيمة سالبة هو دائرتها غامقة 7 على 3. اذا طلاب سالبة طبعا. هسه طلاب راح اجي اقول في اصغر، الاصغر وين يمشي؟ يمشي يسرى. والفي اكبر، اكبر من 17 على 3 وين راح يمشي؟ راح يمشي يمنه. واضح طلاب بهالصورة هذه وبهالسهولة قدرنا نحل متباينة القيمة المطلقة، وعدة ملاحظات لازم ننتبه عليها هي عندما نقسم على سالب لازم نقلب المتباينة، ولا ردنا نتخلص من الكسر لازم نضرب بنفس الكسر، نضرب المتباينة كلها، هاي ضربناها باثنين وهاي ضربناها باثنين. شكرا لكم طلاب.